أسباب تساقط الشعر المرضية، إيه أهم الأسباب وإزاي نتجنبها؟ أهم الأسباب بمنتهى البساطة جدا في الأطفال الصغيرين قلة التغذية المناسبة للشعر. الشعر ده عضو من أعضاء الجسم، لازم يكون ليه نسبة تغذية وليه نسبة مية بتوصله بشكل يومي. قلة التغذية دي بتترجم عندنا في التحاليل في صورة أنيميا أو نقص حديد، ونقص الحديد ده كتير بيبقى هو المشكلة. الأسباب التانية طريقة العناية الخاطئة بالشعر. ناس كتير قوي بتستخدم طريقة الشد المفرط للشعر، وبالتالي الشعر بيتحول من شعر صحي لشعر ضعيف بيتساقط. بعض المشاكل كتير قوي بتكون مشاكل نفسية، بعض الأحيان كمان بتبقى مشاكل عضوية، بمعنى يبقى في أعضاء من الجسم شغالة بشكل مش كويس. وأهم كده، أهم الأعضاء هي الغدة الدرقية، سواء كانت الغدة نشطة أو نشاطها قليل. المستحضرات اللي بتستخدم على الشعر ما بتبقاش صحية، وعدم غسيلها بشكل دوري، كتمان الشعر، استخدام عدد من الطرح الكتيرة فوق بعضيها، وخصوصا لو الطرح دي مش من النوع القطن الصحي للشعر. شكرا جزيلا لكم.